خاصة مع الإمكانيات الكبيرة جدا التي وفرت لكرة القدم الوطنية والتي لم يسبق لها مثيل. خطأ حذاري هذه الكرة، حذاري هذه الكرة، حذاري، لا 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 لا، هذا ما كنا نخافه يا أبا. صحيح، هذا ما كنا نخافه، هذا ما كنا نخافه، وكانت أكثر من فرصة. الآن انتهى كل شيء يا أبا، كانت هناك أكثر من فرصة، أكثر من فرصة الأوغنديين، وتراجع للدفاع، هذا ما كنا نخاف منه للأسف. هذه الكرة ترى كيف جاء من الناحية اليسرى ولم يكن هناك ضغط عليه من طرف الدفاع. أعتقد أن الحارس ديالو لم يكن لديه شيء ليفعله أمام اللاعبين. ما رأيك بتحليل سريع لهذه اللقطة؟ أعتقد أن اللقطة تتنم عن جو المباراة ككل، عن عملية المباراة.